استاذ محمد هاشم صاحب ومدير دار ميرت للنشر، عايز اعرف من حضرتك ليه اساسا اشتغلت ناشر وفتحت دار نشر؟ يعني ايه اللي حببك في شغلانه ان انت تعمل كتب للناس وتنشرها وتوزعها وتبيعها؟ ده جزء من يعني هي مهنه بالنسبه لي. يعني بعد مهن كتير اشتغلتها، انا اشتغلت نقاش فتره، انا مؤهل متوسط قسم غزل، ما ينفعش اتعين في الحكومه مؤهل متوسط قسم غزل علشان انا مفصول من الخدمه العسكريه، يعني كنت منظور يعني في طرف محاضر هتاف ايام انور السادات واتهامات من اللي هي الزاويه الخايبه دي بتاعت قلب نظام الحكم اللي هو الحبس الاحتياطي المشهور من وقتها لحد دلوقتي ما زال بيمارس يعني ضد اي حد مختلف عن النظام. ففصلت من الجيش يعني اثناء نظر المحضر او حاجه صادف ان هم قالوا عليه قضايا وده شيوعيه وبتاع، ما ينفعش اتعين في الحكومه. فاشتغلت في مهن يدويه كتير، ما نقاش فتره طويله لحد ما سافرت عمان لنفس الغرض، اشتغل اي مهن يدويه شقه، ليس ولا حائط مهنات. كنت طبعا بدايات كتابة القصة القصيرة، نشرت القصص الأولى هناك واحترفت مهنة عرض الكتب في بعض الجرائد الأردنية بمكافآت صغيرة تكفي لدفع إيجار الغرفة. أنت كنت بتكتب قصة قصيرة؟ ما بقاش العمل الشاق ما بقتش أقدر عليها، وبعدين كان برضه فرص قليلة، جهد قليل ولازم يبقى فيه مقاولات، ما كانش قليل كتير بتيجي. فبدأت علاقتي بالنشر، اشتغلت مع بعض الأصدقاء هناك في دار نشر الأردنية بتاعت اليسار الأردني فترة قليلة. تمام. أول ما رجعت من عمان اشتغلت مع صديقي فريد زهران سنة 86 في دار المحروسة. فضلت في المحروسة مع صديق فريد زهران حتى سنة 98. اشتغلت 12 سنة في المحروسة. 98 اتأسست دار ميرن. أنا عايزين نعرف إيه اللي حصل في قصة اقتحام الدار. وطبعا لو سالت يعني اي خبراء نشر، اي سالت حد من كبار المثقفين او شباب اي حد، هل الواقعه دي حصلت قبل كده؟ اتحدى يعني ان قوه اقتحام فيها لوائين وعميد وفيها امناء شرطه وفيها عساكر وفيها امناء بتاع، تذهب الدار وتدور على الارقام ده، دي حاجه طبعا يعني اول ما تسمع هتضحك لانك مش هتصدق ان حصل ده 10 رقم. فهو الراجل اللي هو مشكور قائد قوه اقتحام قلب ارقام الاذاعه رقم، فتح الكتب قلب كتاب كتاب، فتشه طلع رقم الاذاعه، الكتب كلها رفعت ايديها لفوق وطلعت ارقام الاذاعه، مفيش ولا كتاب خبى رقم الاذاعه. فكان المفروض يعتذر وينصرف يعني. تمام. لا ايه الميكروفون ده؟ ايه السماعه دي؟ والله دي النهارده توقيع كتاب فودكا للكاتب اشرف عبد الشافي، وانا جاي متطوع اركب الصوت يعني، انا صاحب عم هاشم وباجي اساعد في رص الكتب والصوت في الندوات مجانا. تمام. انت بتشتغل ايه؟ بتاخد ايه؟ فقلت النيابه او اللواء اللي سالني. قال طب تعالى بقى كلبشه. وخدوا السماعه والمايك وقعدوا شويه في الاسم كويسين، وبعدين راح النيابه وكيل النائب العام مشكورا افرج عنه بضمان محل اقامته، واستمر في التحقيق. حضروا المحامين عني، حضروا اصدقاء المحامين عني. تمام. تفتكر يعني ايه؟ قعد في الاسم، خرج من قعد في الاسم يعني فتره طويله او ساعات طويله، خرج الساعه 12 بالليل ولا حاجه، كان في انتظار اذن الامن الوطني، مش عارف الامن الوطني ماله، مال ندوه الكتاب، ماله مال رقم الاداره، ماله مال شاب صغير يا عم، حاجه بسيطه تبقى مضحكه والله في سؤال يعني.